مستمرين ومنطلقين معكم في هذه الأشواط، نتابع وإياكم شوطنا 13 ونتابع هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة مع هذا الشوط، وشوطنا 13 المخصص للكار اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كروزر بيكاب للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هذه اللحظات وهذا الانطلاق والاندفاع مع المراكز الأولى المتقدمة. نتابع هناك المقدمة والاندفاع مع هذه الشعارات المنطلقة في هذا الميدان، ميدان التحدي. نتابع هنا هذا الانطلاق وهذه الأسماء المنطلقة. هناك اللي بالمركز الأول في هذه اللحظات، اللي بالمركز الأول بغداد لراشد بن علي بن حمد بن سلامة على المركز الأول في هذه اللحظات وعلى مقدمة هذا الشوط. ولكن أرى اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات الصيفي لسالم بن علي بن سعيد السفران، غيرت على المركز الأول هنا في هذه اللحظات الصيفي على المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني ومن تصنى نو لعلي بن عبد الله بن محمد آل بن علي المهندي. هنا في هذه اللحظات من تأتي على المركز الثاني، المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات شواهين لعبد الله بن علي بن حمد العوض أيضا متواجد مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات هناك بغداد لراشد بن علي بن حمد بن سلامة اللي على المركز الرابع. نتابع هنا المركز الخامس ومن تصنى شواهين لعبد الله بن علي بن حمد هنا في هذه اللحظات مزنة لمحمد بن عيسى بن عبد الله الربيعة الكواري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة في هذه اللحظات. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع، ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى التغيير اللي جرى وطرى مع نو غيرت على المركز الأول، نو على المقدمة والصدارة. نتابعها لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي على المقدمة في هذه اللحظات. وركز يا فهد يا بن علي المهندي أيضا برفقة نو، بمتابعة نو بانطلاقه جنبا إلى جنب إلى نو، أيضا محللنا أيضا يرافقها في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني ومن تصل بغداد راشد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث شوفوا شعار بن عوض مع شواهين عبد الله بن علي بن حمد البريص المري مع المركز الثالث في هذه اللحظات وهذا القدوم، بينما أرى المركز الرابع مغثة لعبد العزيز بن سالم بن شنان المري، ومن يرافقها سعود بن عبد العزيز أيضا يرافقها في عملية تضميرها ومتابعتها وبرفقتها في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات الصيفي لسالم بن علي بن سفران أيضا من يتابعها في هذه اللحظات وينطلق مع الصيفي اللي على خامس المراكز. نتابع وإياكم أسماء منطلقة ومندفعة، ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. هناك مع المقدمة والمركز الأول نو ولكن يرى بن سلامة بدأ يتسلل مع بغداد لراشد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، يغير على المقدمة ولكن نو متواجدة، نو أيضا على المركز الثاني في هذه اللحظات. نو لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات، والتيوتا لاند كروزر بيكاب ينتظر هناك امام خط النهايه للفائز بالمركز الاول. يا سلام ولكن يرى هنا مغثه قادمه على المركز الثالث لعبد العزيز بن سالم بن شنان، هنا مع المركز الثالث منطلقه ومندفعه هي ايضا على المركز الثالث. الله يا سلام، ولكن نعود إلى المركز الرابع، والمركز الرابع شواهين لعبد الله بن علي بن حمد البريص المري. هنا المركز الخامس أول ندى لقمة لصالح بن حمد بن جرحب المري مع المركز الخامس، وديروا بالكم أيضا مع المركز الخامس والخطورة تشكل خطر هنا مع المركز الخامس منطلقة ومندفع في هذا الشوط. ولكن الله يا سلام، أرى شعار المغامر قادم أيضا من
حصد وأنجز في هذا الموسم. يا سلام، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى نو على المركز الأول، نو على المركز الأول. نتابعها في هذه اللحظات منطلقة ومندفعة لعلي بن عبد الله المهندي على المركز الأول على المقدمة. وركز يا فهد، يا فهد، يا فهد، هنا مع انطلاقة نو اللي على المركز الأول، بينما المركز الثاني بغداد على المركز الثاني لراشد بن علي بن حمد بسلامة. المركز الرابع أو الثالث، الله يا بن جرحب، يا بن جرحب مع قمة لصالح بن حمد بن محمد بن جرحب، هنا أيضا برفقة المبتكر، ولكن يرى هنا قدوم في هذه اللحظات من الهدة لمحمد بن كردي بن طالب المنخس، قادمة مع المركز الثالث المركز الرابع. هنا في هذه اللحظات ترتيب محمد بن حمد بن راشد العذبة، ولكن الله يا سلام، شوفوا أيضا اللي قادمة مع الزلي عبد الله بن محمد بن راشد المري، ولكن نعود الله يا سلام، يا بن جرحب، يا قمة يا قمة يا قمة، ولكن الله يا المنخس قادم مع الهدة وقمة الهدة، انطلقت الهدة انهدت الهدة، الله يا سلام يا المنخس، يا سلام على هذا الأداء، الهدة محمد بن كردي بن طالب المنخس سعادة السفير أيضا هنا بهذا الأداء. سلام والتحية والاحترام أيضا لناصر بن هدوب العمري أيضا من يرافقها ويتابعها، تهانينا والناموس، سلام المنخس، سلام والتحية والاحترام على هذا الأداء، على أداء الهدة اللي انهدت على السيارة والتويوتا لاند كروزر البيكاب. تهانينا والناموس هنا لأيضا سعادة السفير محمد بن كردي مطالب المنخس أيضا المركز الثاني. وصلت قمة لصالح بن حمد بن محمد بن جرحب المري المركز الثالث. المركز الثالث وصلت مع الزلي عبد الله بن محمد بن راشد المري المركز الرابع. بغداد لراشد بن علي بن حمد بن سلامة أو المركز الرابع. المركز الرابع نو لعلي بن عبد الله المهندي المركز الخامس. المركز الخامس وصلت بغداد لراشد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. شاهدنا المنخس أيضا بهذا الأداء والتميز، توقيتها الزمني هنا أيضا من وصلتنا الهدة توقيتها 9 دقائق 32 ثانية و 7 دقائق و 32 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن كردي بن طالب المنخس، بينما وصلت أيضا قمة على المركز الثاني توقيتها زمني 7 دقائق 35 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك قمة صالح بن حمد بن محمد بن جرحب المري المركز الثالث من وصلتنا هنا اللي هي معزة، وتوقيتها الزمني وساعة وصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس هنا مع المركز الثالث 7 دقائق 39 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد بن راشد المري.